ازيكم يا اصحابي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. جابلك النهارده بقى معلم الحلقه الخامسه من انمي كاي. لو انت من الناس اللي بتحب الواد اللي بيتزنق ده ارزعنا لايك واعمل سبسكرايب هولي عشان عايزين نوصل جيش بيننا عايزين ل 100,000. والنهارده بقى معلم كان استلم قصره الجديد وبدا يروق عليه. تعال نشوف عمل فيه ايه. يلا بينا. وصلنا في الحلقه اللي فاتت لحد ما الملك قفش كان والاميره سليزن او عايزه تطلع معاه. بعد كده مساعد الملك بيقابله وقال له خد يا اسطى ده مفتاح القصر الجديد بتاعك اللي الملك وعدك انه هيديهولك، كمان معاه الخريطه بتاع القصر عشان ما تتوهش فيه ولا حاجه. قال له شكرا يا اسطى. وقال بينه وبين نفسه اخيرا ده كان هتقعد لوحدك، ياه مش هتزنق تاني. والراجل قال له الملك بنفسه كان ناوي يسلمك المفتاح ده، بس هو مقموس زعلان منك عشان انت اتحمرشت ببنته تلس. فقال بينه وبين نفسه يا جدعان بقى وربنا بعمل حاجه، ده اللي بتتحمرش بيا. الوقت ده دخل عليهم ابو البيت سلك وقال له ياه اخيرا لقيتك قد كان. قال له ايه يا عم اوريك في ايه؟ هي سلك قالت لك ان انا اتحمرشت بها ولا ايه الكلام؟ قال له لا ده انا عايز العب معاك جيمين باللعبه الجديده بتاعتك دي، ده اتعلمتها وافلا. قال له والله انا مشغول يا اسطى بس هلعبك جيم واحد عشان خاطر امتحانها بس. قال له جيمين ثلاثه اربعه يعني؟ ومساعد الملك كمان قال له انا كمان يا اسطى عايز العب جيم انا الناس. كل الناس اللي في القصر كمان اتجمعوا عشان عايزين يلعبوا كام مخترع اللعب. قال انت بقى معلم انه هيلعب مع كل دول كل واحد جيم او اتنين. هو اتصدم من عددهم وقال لهم يا نهار ابيض انا هلعب مين ولا مين؟ بعدها بيخلص لعبه بيتجه على القصر بتاعه وقال ياه اكيد القصر ده عظم، بس هو المصري هناك لا مكان مكحكح وكل حاجه فيه متدغدغ. قال يا نهار ابيض هو الملك ابن السرمه ده ضحك عليا ولا رحت قصر غير القصر ولا ايه الكلام؟ القصر شكله كده كان معمول خرابه قبل ما يدول كاي. فتح الباب وقال لنفسه يلا مش مشكله الشكل من بره اكيد الدنيا حلوه من جوه يعني. واول ما دخل جوه لقى النجفه فاصله ومفيش اي كهرباء. قال يمكن لسه ما دفعوش الفاتوره، الكهرباء غاليه والمصاريف كتير بره. راح جاي مستخدم تعويذه عشان تنور له ويشوف بقى القصر والفخام، بس كل ما يخش مكان يلاقي الدنيا مقلوبه على بعضها حرفيا ما كانش في حاجه سليمه، حتى المطبخ عدمان ولا كانه زريبه مش عارف حتى تعمل كوبايه شاي. الواد يعني كان لسه عنده امل وقعد يدور يمكن يلاقي حاجه عدل. كل ما يدخل في المكان يلاقي خرابه والتراب مغطي كل حاجه جوه القصر. قال ما بداش بقى لازم ابدا تنظيف بنفسه، واستخدم تعويذه عشان تنظف وتصلح كل حاجه متكسره. وعرفان القصر بيلمع من بره ومن جوه والنور رجع والحاجه الجميل. وقال لنفسه ايوه كده هو ده الكلام وده القصر اللي يقبل معلم كاي. دخل اوضه الضيوف والمطبخ واستخدم فيهم نفس التعويذه وخلاهم اخر جمادات. بعد كده راح على القطه عشان يفخب بقى في القصر بتاعه وياخد راحته. وقال لنفسه يا سلام ده كان عليه اخيرا بقيت لوحدك ولا جدك ولا ابوك ولا امك ولا اي حد يقرفني انا هخرب. فجاه لقى واحده بتنادي عليه فلا نهار ابيض مين دي؟ منزل اشوف مين بسرعه قبل ما تطلع تزنق. ونزل لقى سيلفا ومعاه مجموعه من الخدام اللي هيشتغلوا في القصر. فرح بيها وقال انا مبسوط قوي اني شفتك يا اسطى اخيرا جيتي. قالت له طالما طلبتني اجي ما كنتش قادر امسك نفسي وكنت بعت من كتر الفرح، ومن دلوقتي انا هشقلط لك في القصر ده انا والخدام اللي معايا واخلوا لك يبر. كان معاهم واد جديد وقال له ازيك يا استاذ كاين انا خدامك كلان وهشقلط معاهم هنا برضه. قال له ماشي يا اسطى خد راحتك وانا هقبضك وهراق عليك. قال له صح يا اسطى الكلام اللي بنسمعه عنك ده انا سمعت انك فلقت مجموعه كامله من الوحوش وانك بتروح الغابه تفلق الدنيا هناك. لا وكمان خرب الدنيا هنا واي حد بيشوفك بيعجب بشخصيتك. قال له لو ده بس الكلام اللي انت سمعته يبقى حصل، انما لو سمعت ان انا بتزنق يبقى ما حصلش. وسيلفا قالت لهم بطلوا هري بقى يا جدعان والله بينا نشوف شغلنا القصر محتاج تنظيف كتير. يلا يا بت انت هات ده من ناحيه ده وانت طلب ده من ناحيه ده وقال ما انتشر وروح على الشبابيك واللي بقول لك يا اسطى ده القصر انضف من وشنا ومفيش حتى حته تربان نمسحها، هنعمل ايه دلوقتي نوسخ وننضف ولا ايه الكلام؟ فكان قال لهم ايوه يا جدعان انا استخدمت تعويذه ونضفته وبعدين هو كان نضيف اصلا. وسيرك وكلان كان هنقول لما قال لهم كده لانهم كانوا سامعين ان القصر زريب. سيرك قالت له ايوه بقى يا اسطى ما انت تربيته وبتحب النضافه زي وانا اروح بقى اجيب لك هدومك والحاجه بتاعتك وارصها لك هنا. قال لها خلصانه يا اسطى بس مالكيش دعوه باللي البسها انا هبقى اجي ارصها هنا. قالت له ما تخافش يا عم وبعدين ده انا مربيك علي وشفت حاجات ما حدش شافها هتيجي على البسها يعني. وكلان قال له ما تقلقش على القصر هنا احنا هنظبط كل حاجه وانت لازم ترجع على القصر بتاع ابوك لان اخواتك الكبار راجعين النهارده. قال له يا نهار ابيض انا كنت ناسي انهم جايين النهارده انا لازم نروح حال. بعد كده بيرجع على القصر بتاع ابوه وخد قعد يندب عليه وقالوا له يا ابن المحظوظه قاين خدت قصر ولا كبرهم ده انت ولعنا معاك ولا احنا اخواتك الكبار يا منتن ابوك هو اللي بيشتري لنا البوكسرات لحد دلوقتي. ورينا قالت لهم ياه انا عايز اروح القصر بتاع اخويا قاين بقى عشان ابرطع فيه واشقلب براحه. اخويا الكبير قال لها ما انصحكيش ده انا سمعت ان القصر قديم وفيه بابا هيطلع يعمل لك كده. فخافت وقالت له ايه الكلام دي بس عادي اخويا قاين هيحميني مش انت هتحميني يا قاين؟ فقال لها يا بنت ما تخافيش القصر ما فيهوش حاجه. قالت له انا ما فيش بابا بيطلع يعمل كده اهو. بعد كده بياخدوا العربيه بالحمار الجميل وبيتجهوا على القصر بتاعه. ورينا قالت لهم الله ما القصر الجميل اهو يا جدعان ما فيهوش بابا ولا حاجه. امه قالت له ايه الجمدان ده ولا ده القصر ولا كانه مبني جديد. قال لهم يا نهار ابيض ده القصر ده كان متدغدغ ومتفستك من بعض لما جيت شفته انا من فتره اللي صلحته وظبطته وقاين ولا ايه الكلام؟ قال له ايوه بابي ده انا دوبك عملت شويه تنظيف وتعديلات كده بتاع عوزه سحريه. امه قالت لهم ايوه يا جدعان هو ده ابني خلفتي اللي تفتح النفس. بوت صدم وقال اشمعنى ابنها هي لوحدها؟ طب ما هو ابني انا كمان بس ما اقدرش اتكلم احسن تشقلب. خدهم فرقهم على اوضه الضيوف والمطبخ وهم قعدوا يندبوا قالوا له ايه الجمال دي ربنا يستر عليه بقى من كتر الناس. حتى المكتبه بتاع القصر حاطط فوق ال 10,000 كتاب. قال له القصر جامد بس ناقص حاجه مهمه جدا فين هي التحف الفنيه؟ قال له التحف الفنيه ايه الكلام دي؟ قال له ايوه النبلاء والناس الاغنياء بيحبوا دايما الحاجات الفنيه النادره ودايما بيزنوا بقى القصور بتاعتهم يعني شوف لك لوحه فنيه منتنه بس تكون نادره وقديمه او مثلا شوف لك حبه فصات على شويه اطباق صيني او اقول لك هات لك حبه وحوش وحناتهم دي بتاكل معاهم جمدان. قال له وحوش وحناتهم ده انت جيت في ملعبي اصبر بقى عليا. وراح يا دوبك لحظه ورجع وقال انا جبت واحد وحناته في الصاله يا بابي. فجاه سمع صوت سيلفا بترع بالصوت فبقول له انا عربي يا اسطى الحق قالي ده في حرامي بتاعك طلع يجري عليها عشان يشوفوا في ايه. لقوا هي وكل الخدام مرعبين من المنظر اللي هم شايفين عارفين حاطط لهم تنين احمر عملاق في قلب الصاله حاجه كده
من الاساطير. قال لهم اه صحيح نسيت اقول لكم، واهدوا بس كده، ده حتى التنين تعبان يعني. بقول له تنين تعبان، انت جبت البتاع ده منين؟ يلا ابن الصار مالي. قال له بابي ده ما فيش اكتر منه في الغابه، وكنت انا رايح هناك يوم فلقيته فمسكته فلق. قال له يا نهار ابيض ابيض بقى، يا نهار اسود على دماغك، انت قتلت التنين ده لوحدك؟ ده من فات الكارثه، اعلى فاف الوحوش ومجموعه كامله من المغامرين برتبه الف ما تقدرش عليه. قال له بجد الكلام ده يا بابي؟ امال ده كان تعبان كده ليه؟ ده انا كنت مفكره قط. قال له قطه؟ عموما بعد كده بعرف الخدام لما تجيب حاجه زي دي عشان ما يقطعوش الخلف تاني كده. تعرف ايه ده كان عليه؟ التنين ده بيتباع ب 1000 قطعه بلاتينيه. قال له يا نهار جمدان، يعني تقريبا 10 مليار ين، يعني تقريبا بالصلاه على النبي كده شيك براكب 75 مليون دولار. فجاه لامه بتصرخ وطلع يجروا عليه. ولا في بس يا ماما انت بتصوتي ليه؟ والحمام في حاجه ولا ايه الكلام؟ قالت له ده في بتاع غريبه كده بتطلع خازوق ميه كده. قال لها اه صح دي شطافه، انا استخدمت تعويذه وعملتها، ما تقريبا كانوا لسه شغالين بالخرطوم في العالم ده. ورنا قالت له ده حلو قوي يا اسطى، يبقى عاملين عندنا واحده في البيت. قال لهم يا جدعان انتم مكبرين الموضوع كده ليه؟ ده حته حمام يعني. امه قالت له بدل ما تقعد تتنك كده خش جرب وخلي المايه تخزوقك حس ياه موت عالي. ابوه دخل جوه وقعد يصرخ وقال لهم ايه الجمدان دي؟ ده حلو قوي يا اسطى. تعالى اعمل واحده لبابي في الحمام بتاع قطك يا حبيب. امه قالت لرن شفت يا بت البتاع عجب الباب اهي؟ قالت لها ايوه يا مامي، بابي طول عمره بيحب يتخز. قال له تعرف يا اسطى البتاع ده تعجب الناس اللي يجوا يزوروك قوي، ده مش هيطلعوا من قلب الحمام. قال له الناس تيجي تزورنا انا؟ طب ازوروني بس يا بابي. قال له هي القاعده كده، اي حد بيمتلك قصر جديد بعدوا الناس النبلاء والناس الاغنياء عشان يجوا يزوروه. قال له يا نهار ابيض حفله تاني؟ ده سلك وتلس هيجوا يزوروني تاني ايه بقى؟ ده تالت ده عاش. بعد كده جو بيليل وقام بيقعد يفكر هيعمل ايه وهيجيب ايه في الحفله دي بالظبط. كلان قال له بص بقى يا وحش، انا عملت لك قائمه بالناس اللي انت ممكن تبعت لهم دعوات وهيجوا. قال له شكرا يا اسطى تعبك معايا. ومسك الورقه وقعد يقرا الاسماء اللي فيه، ولقى كاتب ايريك ورئيس الوزراء وعدو ديلا دوت كروجين. قال له القرف ده يا عم، انت عارف ده راجل الزفت ده؟ قال له ايوه لانه من النبلاء والناس الاغنياء فانت لازم انت تدعيه. قال له يا ابن الراجل ده رخم وبيني وبينه مصانع الحداد، بس يلا عاد عشان الحفله تعدي. امال فين اسم الملك انت مش كاتبه ليه؟ قال له انت بارون، يعني مش في المرتبه اللي تسمح لك تدعي الملك في قصر. قال له خلاص ماشي فهمت، يعني هتبقى قله ادب لو بعت له دعم. طيب وانا هحتاج اجيب عشان اعمل الحفله؟ هحتاج اجيب استغفر الله خمره واكل وهدايا. يا نهار ابيض الله يخرب بيوتكم، ده الميزانيه هتخرب. فسيلفا قالت له مش لازم تجيب هدايا غاليه قوي، يعني اي حاجه كده تمشي الدنيا. قال لها فعلا معاك حق، واستخدم تعويذه وبدا يعمل كاسات تحفه حاجه كده قمه الجمال. والله يلا كل واحد يدفع في الكوبايه بتاعته وياخدها وماشي. قالت له ده كوبايه جامده قوي يا اسطى، انا متاكده انها تعجبها. لا طب يلا انا هطلع وانت لم ورايا. وبدا يطلع كاس في التاني في التالت وخراب، وراح المطبخ وادى يشوف وصفه البرجر من العالم القديم بتاعه وخلاه يعمل. استخدم تعويذه وحول الخمره لبيبسي، وده حاجات جديده في العالم ده والناس اول مره تشوفها في الحفله دي. وقال لسيلفا دو كده الاكل ده وقول رايك في الوصفه الجديده بتاعتك. والمعلمه غبت عليه وديت وقالت له ايه ده؟ الله ده طعمه جامد قوي. قال لها ايه ده بجد؟ اهو ده بقى اسمه همبرجر ومن اختراعات. قالت له اختراع جامد يا اسطى، اللحمه طريه والصوص اللي عليها حاجه كده جمدان. وريني كده المشروب ده مبلع، الله ايه العظمه دي، المشروب اجمد من الاكل. لا هو ده برضه من ضمن اختراعات، ودي اقل حاجه عن بيت راح جرف على كوبايه على بق واحد ومداله الطقرعه المتينه. وقالت له اديني واحده كمان لما ادوق كده الدين. وقعد يتقرب على الملكة بس، وكان مستغرب من الفجعه اللي هي فيها دي. فجاه كولان دخل عليه وقال له بقول لك يا اسطى الملك قاعد بره وعايزك وشكله كده هيفلق. كان اتخض وقال يا نهار ابيض هو انا عملت ايه؟ يا تريس قالت له ان انا اتحرشت بقى بالبلوتوث ولا ايه الكلام؟ طلع يقابله والملك كان حرفيا على اخره منه. كان مستغرب وخاف من شكل الملك وقال بينه وبين نفسه الله يخرب بيتك يا تريس انت قلت ايه بس؟ والملك قال له انت لا ابن الصار مالي، ما بعتليش دعوه للحفله بتاعتك ليه؟ وانا الا ولا ايه الكلام؟ ما انت بعت الايريك ومغنى مش معنى انا ولي تناسي ان انا اللي اديتك القاص. طب وربنا اسحبه منك، ده انت على الاقل القاص. وقالك قاعد يهدي وقال له ده كده بس يا اسطى، الموضوع مش مستاهل، انا هقولك بالدعوه بتاعك. قال له شفت يا ابن الصرمه اهو من امبارح قاعد يعندنا اهو، انت نسيت ان انا كمان حمال؟ طب وربنا بوظ الجوازه دي، ده انت على الندلة ولي. قال له كان كده اتبوظت، انما لو على الدعوه انا كده كده كنت هديك دعوه، بس كنت مستني ما اقابلك عشان ادالك بنفس، وانا عارف انك مشغول وان التزاماتك كتير فعشان كده اتاخرت على مجيل. عموما انا شايلها لك معايا اهي، خد يا اسطى احلى دعوه. والملك طار من الفرحه وقال انا كنت عارف يا اسطى انك مش هتنسى حماه. ولا شفت تلا ايريك قال الدعوه بتاعت احلى من بتاعتك ازاي؟ كان قال بينه وبين نفسه الحمد لله اني كنت شايل الدعوه دي معايا، ده انا كنت هروح في ده. والملك قال انا مبسوط منك يالا وهجيب لك تلس معايا الحفله يا عم. لا لا اسحب منه الدعوه بسرعه علي. وايريك قال له وانا كمان هجيب لك سلك يا عم، ده انت نارك هيبقى ابيض، ده هيبقى اختصاب جماعه. كان راح قال ده من الملك هيجي الحفله دي وعايزهم يبقى رواق على فخاد. وهم اتفاجئوا قالوا ايه الكلام دي الملك جاي بنفسه؟ قال لهم ايوه يا جدعان ما انا خطيب بنته المحترمه الانسه تلس، ما لازم نيجي بره. قالوا له يا نهار جمدان انت خطبت الاميره كمان؟ فسيلفا قالت لهم اهدوا كده يا جدعان، وايه المشكله يعني احنا بنينا قيم جنب بره. كان قال بينه وبين نفسه ده خطوبه الاندله ربنا ياخدها يا رب. قال لهم انا عايزكم تشرفوني بقى ومش عايز اي حد يطلع مننا اللي هو مترقى على فخاد. قالوا له ما تقلقش يا اسطى احنا هنعمل كل جهدنا وهنشرفك، اتفرج انت بس علينا. نيجي بقى معلم لوقت الحفله والناس المهمه اللي في المدينه بيبداوا ييجوا، جنب بيكون واقف يستقبلهم هو وابوه. والمعلم ايريك بيجي
بيجيب البت سلك معاه، بتكون بقى لسه جايه من الكوافير وعامله شعرها وضربه الفستان الاحمر ومروقه الكلاب، وكان استقبلهم وقال لهم اتفضلوا اتفضلوا نورتوا بيت. اول ما دخلوا جوه اتفاجئوا من منظر التنين اللي هو حاطه في الصاج، وريك قال انا سمعت عنه كتير في الاساطير انما عمري ما توقعت اني اشوفه في الحقيقه. وسلك قالت له شفت يا بابي الحب حاجه جامد ازاي، البيت ده هيبقى بيتي في يوم من الايام. وكان كان لسه يرد عليها بس بابا قال لها لسه بدري يا حبيبتي على الكلام ده واحترم نفسك بدل مروقه. كلان جاله قال له تعالى يا اسطى عشان دي الوقت اللي تدي تحياتك للناس وترحب بيه. قال له خلصانه وراح على القاعه وبدا يتكلم مع الناس اللي جم وقال لهم انا مبسوط انكم شرفتوني وما تغبوش جامد في الاكل يا جدعان عشان دفع دم قلبي فيه. قالوا على المشروبات فكل واحد اخد كوبايه خمس فاهم على الجم، يلا بقى استمتعوا يا جدعان وبداوا الاحتفال. بقول مدى المشروب عجبه قال له الجمدان ده لا ده فيه كاكاو وحاجات بتدوب في البق كده. ببعت سندونا على قصر بابا يا قيونه يا حبيب. ويريك قال له طب والكاس ده شكله كده تحفه فنيه انت جبته منين؟ قال له الكاس ده هديه مني ليك وكل واحد بيشرب في كاس تاخده ومروح. يلا عم هياص. قال له شكرا يا اسطى على الهديه الجامده دي. بص هناك كده يا قيونه خطيبتك مستنيينك هناك اهو، روح اقعد جنبها شكلهم كده معجبين بالاكل ومبسوطين منك اهو. والملك كمان بيشرف على الحفله وقال لهم عيشوا حياتكم واعتبروني مش موجود وخد راحتكم في حفله قيون. ودخل قعد وقال ما شاف الكوبايه قال له الجمدان ده الكاس ده حلو قوي وريني كده المندول اللي فيه. يا نهار ابيض على الجمال ايه الفقاقيع الجامده دي، طعمها حلو قوي يا اسطى. يبقى ابعت سندونا على قصر الملك حماك يا قيونه يا حبيب. والاكل كمان نزل له وكان قال له دوق بقى يا عم وصفتي الجديده وشوف الاكل يعجبك كمان ولا لا. قال له همبرجر الاسم غريب هم يا جمال انا عايز همبرجر. ابعت طبينا على قصر الملك حماك يا قيونه يا حبيب. لا بصراحه طعمه جامد والجبنه اللي فيه دي محليات بزود الجبنه في الطبين بتوع حماك يا قيونه يا حبيب. وقال لي تلس ايه رايك في الاكل اللي خطيبك عاملها بيت تاني؟ قالت له حلو قوي يا باب ومن الواضح كده انها بتاكل بوشها. والملكه كمان جت وقالت له ايه الكلام ده يا اسطى ده الحمام بيطلع خازوق ميه حلو قوي. قال لها دي شطافه من اختراعاتي برضه. قالت له ابعت خازوق جديد على بيت حماتك يا قيونه يا حبيب. والملك قال لها ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده وليا انت خازوق وحمام ايه؟ قالت له روح كده جرب يا اسطى ده هيعجبك قوي. والمعلم دخل يجرب وكان مبسوط وقعد يصرخ ويقول له ايه الجمدان ده لي؟ طلع وقال له انت لعب من الصار مال ايه اللي تلاته باللي انت فادي؟ انت بتخبي عني الحاجات الجامده دي ليه؟ ببعت واحد من البتاع ده على بيت حماك يا قيونه يا حبيب. والملك قالت له ايوه يا اسطى اوعى تنسى حماتك كمان انت تجيب لنا اتنين كل واحد فينا واحد. والملك قال له انت مستقبل الطار بشكل رهيب هالي وبقيت خاربها اختراعات في الاكل وفي الحمامات وفي العاب وفي كل حاجه ده انا هسميك كان حمامات هالي. يا خلاص استضاف حد استضافها لي في حياتي. الناس كانت مذهوله من كلام الملك لان دي شهاده قايم يعتد بيه والناس قعدت تسقف له وكانوا مبهورين بيه لانه عمل كل ده هو لسه عنده 10 سنين بس. في الوقت ده المعلم كوريجينو شرف العدو اللدود لقاي كان داخل بعنطزه كده وقال له كان شكرا يلا على الدعوه هالي. وبعدين ايه القصر الصغير المعفن ده ده عامل ولا بيت الكلب وسابهم ودخل. واول ما دخل جوه شخ على نفسه لانه شاف الوحش. الوحش ده حرفيا اسطوره بالنسبه له بس قدام كوك قايم مجرد تمثال محطوط في قصر. كان راح له قال له ما تخافش يا اسطى دي حته تنين تعبان كده نفلق ومحنط. قال له طب كنت تقول يا ابن الصرمه ده انا عملتها لنفسي هولي قفل الباس بقى عندك لما غير. وقام كمل طريقه ودخل على قاعه الحفله وقال له ايه القرف دي ده القصر ذو اسبال او كمان ايه عازم شويه ناس معفنين ايه القرف ده هولي. الناس كانوا مستحقرين من الكلام اللي بيقولوا عليهم. عيل مغرور وشايف نفسه لك راح جابته المشروب وقالت له خد يا عم دوق بقى المشروب الجديد من اختراع كاي. قال انا متاكد ان المشروب زباله انتوا اكيد مسترخصين ده انتوا عالم من التن لما ندوق ده طعمه جامد. فكان قال له بجد يا اسطى عجبك؟ قال له لا لا وحش ده طعمه زي الزوف. فجابوا له الاكل وكان قال له طب خد يا اسطى دول اكل كده من اختراعاتي برضه. قال له شكله يسد النفس واكيد طعمه وحش بس هدوق هم يا جمل تحفه ولا لا طعمه وحش وحش يا بت يا خدامه يا بت هات شويه صلصه من الزفت اللي على البتاع دي وب كده اهو ده طعمها جامد. والناس كانوا مستحقرين واللي عمال يعملوا كان كمان كان جاب اخره منه. ولان جاله وقال له معلش يا اسطى استحمل شويه خلاص انا تاكل لها خمس دقايق والحفله تخلص. قال له ماشي يا اسطى هقصر على نفسي لو انا واستحمل. وراح جاب له كاسين من الكاسات الجامده اللي هو عاملها وقال له خد يا عم دي متواضع مني ليه؟ قال له يا فلان ده متواضع ومعفنه بس يلا هقبلها بقى انا راجل متواضع اصلا. وعايزك تبقى تبعت صندوق المشروب ده على بيت عمك كوريجينو هالي وتبقى كمان تكتب لي الوصفه بتاع الاكله الجامده دي قصدي الاكله الزفت دي يعني بس يلا بقى انا هجربها. قال له بصراحه مش هقدر لان البيبسي خلص والاكل دي وصفه سريه بقى وسر المنه وكده. قال له انت لا ابن الصار مالك ازاي تقول لي كده ده انت حتى بره منت المفروض تسمع اوامر. قال له انت اخرك معايا كاسه تاخده انت مروح زي باقي الناس. قال له يا نهار ابيض انت عايز تدي باقي الناس زي الكاسات اللي انت هتديني منها ده انت يومك ايه انا شخص مميز وانت لازم تميزني وتعطيني 50 واحد ولا اقول لك خليهم 100. قال له معلش يا اسطى اصل الكميه محدوده انا مش هقدر اعمل كده. وكل ده كان فخ وعمله له ومستني الملك يوصل عشان يشوفه بيهزقه ويروق عليه. الوقت ده الملك وصل وقال له انت لا ابن الصرمه اللي عامل قلبان ليه؟ قال له ايه ده الملك انت ازاي جيت الحفله من التنه دي وبعدين انا وربنا ما عملت حاجه. قال له انا جيت الحفله دي لان الواد ده انقذ بنت تلس من الموت كمان اخترع وعمل حاجات ما حدش في تاريخ المملكه عملها لازم انا اكرمه واجي الحفله بتاعته. وريك قال له انت عمال تتنك على الناس من الصبح كده ليه عليه وعمال تشتم في كاين ليه؟ قال له انا ما اتنكتش على حد وما قلتش لكاين حاجه ده كاين ده حبيب عم. الملك قال له بص بقى يا عم الزفت انت لو فضلت على اسلوب الزباله ده انا هطردك من منصبك واكرشك بره المملكه. قال له حاضر يا اسطى ده انا شخص متواضع والنعمه ومش هعمل كده تاني. قال له ماشي هنشوف يلا امشي من هنا ليه فما تكررش الكلام دي تاني. قال له حاضر يا اسطى فهمت وسابه ومشي. وتلس راحت وقالت انا فاهمه كل حاجه انت اللي خططت عشان تلبسه في الملك انت مش سالك ولا ايه؟ قال لها بتعلم منك. وبعدين الملك عامل زي البغل كده وليه بره هوبا لقى الملك واقف فراه وسمعه قال له انا بغل انا بغل على ابن الصار مالي؟ قال له لا ده وربنا انا ما كنت اقصد ده انا كنت بهزر خلي قلبك ابيض كده يا اسطى. قال له ما فيش بغل قلب ابيض ده انا هعملك عج قال كده. هنكون وصلنا نهايه حلقتنا وهنشوف الحلقه الجايه كان هو بيتعمل عج او بيتزنق ايهما اقرب بقى وبس كده سلام يا ابطال.